بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم جريد 4؟ النهارده هنكمل الليسونز بتاعتنا في كونسبت 1، ودرس جميل جدا وبيتكلم عن الفلاورز اند سيدز. عايزين نعرف الفلاورز والسيدز ايه حكايتهم وايه قصتهم بقى. بيقول احنا عرفنا في الليسونز اللي فاتت ان كل بارت في البلانت بيكون ليه فانكشن، ليه وظيفه. زي الروتس قلنا ان تعمل ابزورب للووتر اند نيوترينتس فروم ذا سويل، قلنا ان الستيم بيعمل ترانسبورت للووتر اند نيوترينتس اند الفود، وقلنا ان الليفز بيحصل فيها البروسيس الفوتوسينثيسيس بروسيس، صح ولا لا؟ طب جه الدور بقى ان احنا نعرف الفلاورز بتعمل ايه في البارت بتاع البلانت، تعمل ايه في اجزاء، يعني ايه الفانكشن بتاعتها. مش لازم يكون ليها فانكشن موجوده كده وخلاص، لازم يكون ليها فانكشن. بلانت ريبرودكشن، بلانت ريبرودكشن. يعني ايه بلانت ريبرودكشن؟ يعني تكاثر النبات. يعني ايه تكاثر النبات؟ يعني ان النبات يجيب بلانت صغنطوط صغير. It is the process of making new plants. يعني هي العملية المسؤولة عن وجود طفل صغير، لسه جنين، بيبي صغير. يبقى احنا واحنا صغير، احنا بنيجي نتولد نكون بيبي صغيرين، وبعدين بنبدأ نكبر ويحصل لنا جروث، صح؟ نفس الكلام، البلانت بيبدأ بحاجة صغيرة، نيو بلانت صغنطوط، وبعدين يبدأ يكبر ويديني شجرة كبيرة قوي، لدرجة ان انا ممكن اقف تحتيها واتغطى بظلها، صح ولا لا؟ مع ان في الاول كانت بلانت صغنطوطة خالص، صح؟ تمام. الفلاورز هي المسؤولة عن الجزء ده. فلاورز are the reproductive parts. productive ايه؟ productive parts of many plants. يعني الفلاورز هي المسؤولة عن التكاثر في البلانت، في النبات. نقول الفانكشن of the plants flowers، ايه الفانكشن بتاعتها، ايه وظيفتها؟ flowers produce seeds for the plant that help the plant to reproduction او reproduce. الفلاور هي المسؤولة عن انتاج البذور، انتاج السيدز، تمام؟ والسيدز دي هي البيبي الصغير اللي بناخده ونزرعه في السويل، وتبدأ تطلع لي بلانت كبير وجميل. يبقى الفلاورز بروديوس سيدز، فلاورز بروديوس سيدز. الفانكشن بتاعت الفلاور ان هي فلاور بروديوس سيدز فور ذا بلانت، للنبات، ذات هيلب ذا بلانت تو ريبروديوس. ريبروديوس بتساعده ان هو يتكاثر. يعني ايه يتكاثر؟ يزيد عددهم، بدل ما تكون بلانت واحده بتاعت ابل مثلا تكون ايه 10، تكون ايه 100 كتير. ازاي يكتروا كده؟ بالايه؟ بالريبروديوس، بالتكاثر، بالريبرودكشن، بالتكاثر، تمام. والوين سيدز ريسيف اير ووتر اند ذا كوركت تمبريتشر. يعني ايه؟ لما السيدز تلاقي هواء في كربون دايكسايد، تقدر تاخد منه الكربون دايكسايد، تلاقي ووتر، تلاقي درجة حرارة مناسبة ان هي تعرف تنمو وتكبر وتتكاثر. ده هيحصل ايه؟ هتكبر، وبدل ما تبقى سيد صغيرة تكبر وتديني زرعة صغيرة، وبعدين تكبر 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 لحد ما تبقى زرعة كبيرة، صح؟ يبقى السيد طالبة مننا حاجات صغيرة، اير وووتر وكوركت تمبريتشر، يعني درجة حرارة ملائمة للزراعة. They can grow into a new plant. السيد ساعتها هتقول لنا خلاص طالما عطتوني كل حاجة أنا محتاجاها، أنا هكبر وهبقى بلانت كبير، تمام. Flowers of plants. Some plants have large colorful flowers. في بلانت بتقول تلاقي الفلاور بتاعتها بتكون كبيرة وألوانها كتير. Number two، بنقول some other plants، في أنواع تانية من البلانتس such as grass have very small flowers، عندها flowers تكون صغيرة خالص، and small flowers aren't very colorful، وكمان small flowers دي بتكون ألوانها مش كتير، أو لونها لون واحد بس، مش لملهاش ألوان كتير مع بعضها كده colorful، يعني متنوعة الألوان. number 3 in the sunflower. sunflower هو بنقول عليه عباد الشمس.
The seeds are the small dark colored objects in the center of this flowers. يعني احنا عارفين ان وردة عباد الشمس بيكون عبارة عن لونين، لون اسود دايرة مدورة كبيرة في النص، والورد اللي هي الوردة بقية الوردة اللي هو الجزء الاصفر اللي فيها. الجزء الدارك اللي في النص ده هو المكان اللي بيكون فيه ايه؟ السيدز. ما احنا قلنا ان الفلاورز بروديوس سيدز، بتنتج البذور. في السان فلاور بيكون الجزء اللي موجود فيه السيدز في الفلاور هيكون الايه؟ الدارك، الجزء الغامق اللي في النص. بكده نكون خلصنا ليسون نمبر 5. يا رب يكون سهل بالنسبه لنا ونكون استمتعنا بمذاكرته ويكون بسيط وسهل ايه علينا. إيه لو احتجتوا اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات. إيه وباي باي.